مسيرة غاضبة هو عنوان اللقاء الموسع للنقابات ومنظمات المجتمع المدني سارت في شوارع مدينة تعز للمطالبة بصرف مرتبات الموظفين كاملة أسوة ببقية المناطق المحررة. هذه الحقوق حقوق دستورية وقانونية لنا كموظفي محافظة تعز. محافظة تعز قدمت الكثير من أجل الشرعية ومن أجل التحالف ومن أجل دعم إعادة المؤسسات. قدمت تعز من أجل الجمهورية اليمنية ما لم تقدمه أي محافظة أخرى. كنا نريد بالمقابل أن يكون المكافأة بقدر الجهد. نطالب بصرف جميع المكاتب السابقة واللاحقة وجدولة بقية السنوات الشهور السابقة. نحو 37 جهة حكومية ومئات المعلمين لم يتسلموا رواتبهم منذ عام، وهو ما استدعى هؤلاء للخروج لغياب بوادر الصرف كما وعدتهم الحكومة الشهر الماضي. الهيئات والمنظمات والمؤسسات التي كانت تستلم مرتباتها من موازناتها الخاصة كونها هيئات إرادية لم يصرف لها شيء. هي ما فيش عاد عندها إيرادات، وبنفس الوقت لم يصرف لها راتب لا بالشهر الماضي ولا بالشهر هذا. نحن نتابع عدن، لو كان في بوادر ما خرجنا اليوم، ولكن هذه رسالة لهم لعلهم يتنبهوا ويصحوا ويتلافوا الموضوع ويصرفوا مرتبات الناس. فإذا ما صرفوها نقول لهم شكرا جزيلا، وإذا لم فالشارع قدامنا. مرتبان فقط تسلمتهما بعض القطاعات، فيما تبقت مرتبات 8 أشهر منقطعة، وهو الأمر ذاته الذي فاقم من معاناة هؤلاء في مواجهة الوضع المعيشي المتدهور يوما بعد آخر. تلخص هذه المسيرة الغاضبة وغيرها حجم المعاناة التي يتعرض لها الموظفون منذ انقطاع رواتبهم في ظل تجاهل تام من قبل الحكومة الشرعية للمطالب التي يرونها عادلة، فيما يقول هؤلاء بأن هذه الفعالية الاحتجاجية ليست الأولى وربما لن تكون الأخيرة إذا ما استمر الحال على ما هو عليه. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.